السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيه إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل الخاتم ده بالباترن اللي عليه باستخدام الراينو جولد، وكمان بناء على طلبكم هقولكم إزاي نشيل الضمة اللي كانت موجودة في الباترن اللي عملناها المرة اللي فاتت. يلا نشوف إزاي. أول حاجة هعمل أوفال 20 × 15، وبعدين هستخدم دايناميك تويست من الراينو جولد. أحدد المحور وهختار الكرة دي، هظبطه يعمل انفينيتي ونلف او نكتب هنا الزاوية، هخليها 60 بالمنظر ده. نعمل روتيت للتويست علشان يكون على خط واحد ونرفعه لفوق. هعمل الرينج سايز 18 و4، وهرفع التويست فوق الدايرة 3، ومن هنا هرسم خط 2 ومن تحت 1 و3، ونرسم ارك وبعدين ريبل. هظبط الدوران بتاعه وبعدين ميرور، ومن التوب هعمل روتيت وبعدين ميرور. هنيجي من الرايت ونضم شوية. هتقولي ليه ما عملتوش بالراينو جولد على طول؟ ده لان الخط واخد تويست، اوبشن ده مش موجود في الراينو جولد، لازم الخط يكون في نفس المستوى. ونبني السيرفس باستخدام نتورك. بعدين ترم، هعمل خط بالطول وحركه 5 مربعات، بعدين ميرور، بعدين ترم. هرسم خط هنا بوث سايد ومنه اعمل ارك علشان اعمل السيرفس ده. هعمل دوبليكيت للإيدج هنا وهنا وبعدين سويب وان ري. من الرايت محتاج اعمل له سكيل 1 دي شوية بالمنظر ده. بعدين هقفل الجزئية دي باستخدام سويب 2. بعدين join، بعدين cap. هنيجي من فوق وهعمل batch، وبعدين offset curve on surface 2، وهرسم خط من الميد للميد ونعمل له ريبيلد ونرفع النقط شوية. هعمل سبلت للكيرف ده على 4 بالمنظر ده. علشان لما اعمل السيرفس باستخدام النتورك يبقى اتجاه النقط بالمنظر ده، مش متجمعة في نقطة واحدة، وده طبعا علشان لما احط الباترن ما تبقاش مضمومة من النهايات. تعالوا بقى نجهز السيرفس ده عشان نحط عليه الباترن. هعمل منه offset 25 علشان هحط بايب على الاطراف 0.5 زي ما انتوا شايفين. بعد الoffset لو جيت اعمل اكسترود للرينج سايز في جزء داخل فيها، فعامل offset للسيرفس ده 0.25 علشان الباي برضه. ونعمل trim، بعدين duplicate edge وjoin وباي 0.5.
بصوا كده مفيش اي حاجة داخلة على الصباع. تعالوا بقى نحط الباترن باستخدام جيلي. واخدين بالكم اللي حصل؟ السيرفس مش هينفع ياخد الباترن كلها عليه، فكده محتاجة ان انا ابني السيرفس ده تاني لوحده. هجيب السيرفس الاصلي وهعمل له انترم، وبعدين اوفست سوليد نو 0.25. ناخد ايزو كيرف ونبني السيرفس تاني باستخدام نتورك. ونعمل ترم. باستخدام الخطين دول هعمل سبلت بس كده. تعالوا بقى نحط الباترن. قبل ما احط الباترن، شايفين الخط ده؟ محتاجة احركه شوية باستخدام سيرفس سيم علشان الباترن ما تبقاش مقسومة من النص كده. بعدين نحط البتر، بختار اي شكل من دول. للاسف الراينو جولد ما فيهوش خاصيه ان انا اضيف باترن من عندي، لازم استخدم باترن من اللي موجودين. هختار دي وهظبط مقاس البايب 0.3 وندوس على علامه العدسه دي بس كده، وبعدين اوكي. في هنا خطين مش مظبوطين، تعالوا اوريكم هنصلحهم ازاي. هختار البايب اللي مش مظبوط وبعدين هعمل extract curve from pipe. كده معايا الخط، كده معايا خط البايب. هعمل rebuild وبعدين بول على السيرفس وبايب بس كده. او طريقة تانية ان انا ارسم على السيرفس على طول من بداية الخط لنهايته. وباي بس كده. هجري شوية لغاية ما اظبطه. نقفل بقى على الباترن من هنا. هاخد البولي سيرفس ده وهعمل اوفست كيرف اون سيرفس 0.15 ونعمل بايب. هعمل سيلكت للخط والبولي سيرفس بس علشان الريكورد يفضل شغال معايا. واخدين بالكم هنا نهاية البايب باينه وداخله في الرينج سايز. في امر هنا اسمه سب كيرف، هاجي هنا انا عايزاه من السنتر بتاع البايب دي لغايه سنتر البايب دي من غير ما اضطر ان انا اقص الخط وارجع اعمل البايب من جديد. نعمل روتيت للبايب
وهنيجي من هنا وهحط ملجرين، وهو عبارة عن مجموعة كور ماسكة ببعض. هختار المقاس وهخلي ما بينهم intersection point one علشان ما تبقاش ضعيفة. هاجي هنا هعمل سكواش للسيرفس ده وهحط نقطة هنا وهحركه هنا. هستخدم كلاتيك نوتس وهو موفر لي مجموعة وحدات ممكن أكون أي شكل عن طريق إن أنا أشد أي وحدة بالمنظر ده. طبعا هنا أنا مش محتاجة حدود لأني حاطة ملجرين من بره، فهعمل select all وهختار الوحدة دي وأشدها هنا كده كلهم بقوا نفس الوحدة. ومن هنا بختار عاوزاها line ولا solid ولا vibe، أنا هختارها outline. وبعدين هندوس add to the command ونختار النقطة دي ونعمل سكيل وبعدين بروجكت بس كده، ونعمل سكواش باك. زي ما انتم شايفين هنا الباترن لو فرخت هتقع كلها على الارض، فانا هعمل كوبي من السيرفس ده استخدام الضغط على الت وحرك. بعدين هعمل اكستند كيرف اون سيرفس علشان اضمن ان كل الخطوط تقطع معايا. وبعدين اسبلت ونعمل ديليت. هعمل اوفست سيرفيس بوث سايد بوينت 2 والسيرفيس ده هعمل له اوفست. هنيجي هنا وهقطع السيرفس واختار جيلي واختار الباترن اللي انا عايزاها وادوس اوكي. هعمل روب يربط بين الجزئين دول، هحدد القطر وعدد اللفات وكام ربطة، بالمنظر ده. وعلشان الخاتم يبقى قوي هنيجي من تحت وهعمل extract curve from pipe ونعمل السيرفس باستخدام لوف. هحط الباترن باستخدام جيلي دي تمام، بس هلفها 45 درجة كده أفضل بس كده. وبكده نكون خلصنا خاتم النهاردة بالراينو جولد. تعالوا بقى اقولكم ازاي نشيل الضمة اللي كانت في الباترن اللي عملناها باستخدام اليو في المرة اللي فاتت. بسيطة خالص، هستخدم الكيج ايديت، اختار الكيج ايديت واخلي الاكس 7 ونشد النهاية لحد ما تظبط معايا. لو مش عارف الباترن دي اتعملت ازاي واحنا بنتكلم عن ايه، هتلاقي اللينك موجود عندك في الديسكريبشن. هعمل كيدج ايديت مرة كمان عشان اظبطها اكتر ونشد بس كده. هنزلها لتحت شوية ونعمل بايب ونشيل الزيادات بس كده. فضلا وليس امرا اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، وقولنا رأيك في التعليقات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.